واش شعرك كيطيح؟ شعرك كيطيح ما كيبغيش يطوال. عندك القشره في الفروه ديال الراس ديالك، كنتي امراه ولا رجل، فراه هذا الفيديو كيهمك بزاف بزاف بزاف. غادي نوريك بعدا واحد السر من اسرار تطوير الشعر، وغنوريك الباك ديالي انا طبعا، حيت بزاف البنات كيطلبوا فوزيه كيقولوا لي دير لنا برومو، ديروا لنا برومو في الباك ديال الشعر، ديروا لنا برومو في الباك ديال الشعر. وبقيتو كتحرشوا عليا بدات لما انا غندير لكم دابا اخيرا برومو في الباك ديال الشعر اللي كتحماقوا لي، وبزاف البنات كيحماقوا عليا كياخذوا عندي. المهم السر اللي بنقول لكم اللي هو هذه، هذه البنات كتسمى دير مارولر، غادي تلقاوها عند ممالين الماكياج، غتاخذوها هي والباك ديال الشعر، وتاخذوا معاها واحد الفانيد. انا نوريه لكم بلاتي، نوريه لكم انا كنشربو نتاعنا اللي هو هذا، هذا زينا سكين. هذا الفانيد هذا عباره على الزنك، الزنك معدن بحال فيتامين، ماشي فيتامين ولكن نقدر نشرح لكم نقول لكم فيتامين باش كتفهموني. هذا عباره على معدن زوين لتساقط الشعر، حيت الشعر باش يطوال كيخصو يتغذى من الداخل ومن برا. دونك انا عطيتكم هنا السر كيفاش تغذي الشعر ديالك من الداخل. غتاخدي هذا، انا كنشرب فيه وحده في النهار، وكنتبعو واحد 20 يوم وكنحبسو، وكنمشي عاوتاني حتى الشهر الاخر كنتبعو 20 يوم ونحبسو، الشهر الثالث 20 يوم ونحبسو، يعني 3 شهور. وكناخذ هذه، هذه كتستعملوها مع واحد البرودوي كاين في الباك ديال الشعر من المنتجات ديالي اللي هو لي دغولا. هاد لي دغولا هذا ولا المقطر ديال الاعشاب كتستعملوا هادو بجوج. هذه راه غتلقاوها عند مالين الماكياج، هذه راه غير 30 درهم ما غاليهش. طريقه الاستعمال ديالها راه غادي نشرحها لكم في نهايه هذا الفيديو. الوغ بالنسبه للباك البنات، اي وحده عندها مشكل ديال تساقط الشعر، شعرها ما كيبغيش يطوال، شعرها كيطيح، اولا عندها شعرها حرش ولا كيتقرض، يعني الزغبه كتجي حتى للراس وكدير واحد جوج ريوس هكا وتتبدا كتقرض. فهاد الباك اللي غادي تشوفي معايا دابا غادي ينفعك بزاف لهاد المشاكل هادو ديال تساقط الشعر، اولا الشعر ما كيبغيش يطوال، اولا شعرك ناشف بزاف، غادي ينفعك بزاف. وغترحمي لي عليه الوالدين، وبزاف البنات كياخذوا من عندي الحمد لله وكيعجبهم، لدرجه انهم كيبداو يحرشوا عليا فوزيات يقولها قولها دير لنا برومو في الباك ديال الشعر بنات الهم. شوفوا البرومو غنخليها لكم نهار، هاد العرض هذا غنخليه لكم نهار. المهم البنات الباك فيه اول حاجه فيه شامبوان، هاد المنتجات هادو راه ديالي الاستعمال الشخصي ديالي، ولكن غير المهم بغيت نوريكم باش ندير لكم بهم فيديو. بالنسبه لهذا شامبوان ديال الشعر ديال الحبه السوداء، زوين بزاف لعلاج مشاكل تساقط الشعر، كيطول الشعر، فيه الفحم النشيط، فيه شجره الشاي، فيه بزاف المواد اللي مفيده بزاف للشعر باش انه يطوال، وفيه الحبه السوداء اللي كتساعد في تطوير وعلاج تساقط الشعر، وراه زوين بزاف حتى الرطوبيه كيرطب الشعر، لان دايره فيه مواد طبيعيه اللي كيساعدوا في ترطيب الشعر والتغذيه ديالو، وما فيهش سلفات، يعني حتى البنات اللي دايرين بروتين للشعر ديالهم راه يليق ليهم. البنات اللي دايرين بروتين وخافوا انهم يديروا شي شامبوان اللي فيه سلفات وتشوك لهم الشعر، فهذا راه ما فيهش سلفات نهائيا، راه منتجات اللي هما بيو. دونك اول منتج كاين في الباك هو هذا. ثاني منتج اللي هو ديميلور، ديميلور البنات راه كديروه على الشعر ديالكم، كيعطي ترطيب، فيه مواد مغذيه بحال لوغيسان اللي هو الخروع، فيه دور دي كاريتي اللي هي زبده الشي او زبده الكاريتي اللي كتغذي الزغبه وكترطبها وكتحيد دوك التقصفات، فيه الالوي فيرا اللي كذلك كترطب الزغبه مزيان وكتغذيها، وفيها مواد اخرى اللي مزيانه بزاف بالنسبه للزغبه. وفيه كذلك ثالث منتج اللي هو السيروم، هاد السيروم البنات التكستور ديالو خفيفه غزاله، رائع جدا. شوفوا شوفوا التكستور ديالو كي دايره، شفتوا خفيفه. هذا يا البنات ديريه مور الحمام، قبل الحمام، وقت ما عجبك ديريه، تخرجي به الاشعه الشمسانيه، ما غاديش يخرج لك على، ما غاديش تخرج لك على شعرك، لانه فيه عامل وقايه من الشمس، حيت بزاف البنات ما عارفينش انه راه اشعه الشمس كتخرج حتى على الشعر، ماشي غير على البشره، كتخرج حتى على الشعر. دونك خصك دائما ديري دوك السيرومات اللي فيهم عامل الوقايه من الشمس باش كتحمي الزغبه ديالك من اشعه الشمس، حيتاش راه الحراره ديال الشمس هي تتاثر على الزغبه، ماشي غير على الوجه وعلى شلا حوايج. المهم هذا يا البنات راه ملي كديري لشعرك راه كطيح الزغبه، كتلاحظي من اول استعمال، هادشي راه البنات اللي خداو عندي راه عارفين هادشي، من اول استعمال الزغبه كتقال وكطيح، يعني كيرطب من اول استعمال، وراه ماشي زيت، راه ما تيتزيدش الشعر، راه كيبان الشعر
طيب وغزول وطايح وهذا، ولكن ما كيكونش مزيت. هذا هو علاش كيعجب البنات هذا السر. مثلا كاين اللي كياخذوا عندي منه الباك وكياخذوا ثلاثه ولا اربعه من هذا، لانه فعلا غزال بزاف، وحتى هذا تياخذوا منه بزاف لانه راه تيطول. هذا عباره على لي دغولا، راه ديجا شرحت لكم في الاول، عباره على مجموعه من الاعشاب مقطرات ديالهم، حيتاش اكتشفنا انه الزيوت كيديروا تساقط الشعر. يعني بدل ما ديري الزيوت اعشاب ديال الزيوت الاعشاب على شكل زيوت اولا البذور على شكل زيوت، اللهم ديريهم على شكل مقطر. المقطر كيكون سايل وكيتوغل في الفروه ديال راس دغيا، كيدخل في المسامات دغيا، كيتشرب دغيا، وكيعطي نتائج مبهره اكثر، خصوصا اللي تستعمل يعني تستعمل مع هذا. اذا تستعمل مع الدير مارولر بجوج دقه وحده كيعطي واحد النتائج مبهره في الاطاله ديال الشعر وعلاج تساقط الشعر. الطريقه يا البنات، غتشريو الدير مارولر غادي غير 30 درهم، ماشي شي حاجه، ما تقرموش على الصحه ديالكم والشعر ديالكم والوجه ديالكم، ما عمركم تقرموا عليهم. دونك غادي تاخذي هذه مثلا عندك الصلع هنا، راه حتى الصلع مزيان ليها، راه هادشي اللي شرحت لكم كله في هذا الفيديو. الا تبعتوا راه حتى الصلع ما غاديش يبقى عندكم. مثلا عندك هاد البلاصه ما فيهاش الشعر ولا ما كيبغيش يخرج فيها الشعر، كتجيبي دير مارولر كديريه هكا، كترشي بعدا هو الاول بهذا، وكتجيبي دير مارولر كديريه هكا بشكل عمودي وكا بشكل افقي، وعاوتاني هكا بشكل مائل ديك الجهه، وعاوتاني هكا بشكل مائل الجهه الاخرى. دونك كتبقاي كدوزيها غير شويه، ما ماشي تولكي بزاف، راه هي راه كتدخل، راه واخا ما كتلاحظوش من دوزي على يدك ما غتحسي والو، ولكن هي راه كتدخل، راه كتبقى تدخل لجهه الدم، كتنشط لك الدوره الدمويه تما، وغتهزي هذا وغترشي على دوك البلايص ودير لهم بحال هكا وباتي بيه عادي. راه الريحه ديالو مقبوله، ماشي شي ريحه اللي خايبه، يعني كاع واخا ما تغسليش شعرك ما تتكونش فيه ريحه خنزه، راه غتلاحظي نتائج مبهره غير من الاسبوع الاول، غير هاد الجوج من الاسبوع الاول غادي تبداي تلاحظي الخلفه في البلايص اللي رشيتي فيهم هذا ودرتي فيهم هذا، كتلاحظي الخلفه بدات كطلع. دونك البنات، اي وحده بغات هاد الباك هذا في اربعه المنتجات، الثمن ديالو غيبقى ب 299 درهم، والتوصيل على حسابنا، ما غتخلصوش التوصيل البنات، التوصيل غيبقى على حسابنا، وغادي يوصلك فيما كنتي داخل المغرب حتى للدار. وبالاضافه لانه من حقك ما كتخلصي بعدا حتى كتوصلك، ومن حقك تقلبي الكارطونه، يعني الا كنتي اول مره غادي تكوموندي من حقك تقلبي تشوفي شنو كوموندتي قبل ما تخلصي. دونك هذه حاجه اللي مزيانه عندي بالنسبه للبنات اللي بغاو، راه غادي نخلي لكم رقم التليفون هنايا ديال رقم الواتساب ديال الاخت فوزيه، حاولوا تواصلوا معايا البنات عبر الواتساب، حيتاش الابل بزاف البنات كيدوروا ابل ما يمكنش تجاوب كلشي، دونك ماشي بحال الواتساب غتصيفط لها في واتساب ملي توصل النوبه نوبتك راه غادي تجاوبك. دونك اي وحده بغات هذا الباك هذه تواصل مع فوزيه ومرحبا بكم.